بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. من ضمن توثيق أصناف النخيل والتمور في المدينة المنورة وباقي المناطق، نعرف اليوم بصنف أيضا من أصناف القليلة والنادرة، وهو صنف الجوزانة. لون سبحان الله العظيم مميز، لا هو أصفر ولا هو برتقالي، لون عجيب سبحان الله العظيم، مستديرة كأنها قريبة من الروثانة، ولكن لونها أصفر على برتقالي، لون كركمي أصفر، هذا هو لونها. نخلة الجوزانة نخلة نادرة، الآن ما هي موجودة في المدينة المنورة. الواقع أني سعدت في لما عثرت على هذا الصنف في سوق التمور في المدينة المنورة، وعرف هذا الصنف الشيخ السعود الأحمدي، وهو رجل كبير في السن موجود باستمرار في سوق التمر، لأني طلبت منه التعريف عن هذه النخلة لأني لم أعرفها ولم أرها من قبل، فقال إنها نخلة الجوزانة. ورجعت لأحد المراجع القديمة لدي فوجدت الوصف قريب من هذا، وأنا أول مرة أرى مثل هذا التمر. الحقيقة إنها نخلة نادرة وموجودة في المراجع القديمة، نخلة الجوزانة، ولكنها غير موجودة الآن إلا ما ندر. وهذا أخذت من عند الشيخ سعود الأحمدي في سوق التمر بعد أن عرف عليه ضمن بحثنا عن الأصناف النادرة. لونها سبحان الله العظيم، هذا البلحة، هذا المناصيف، كأنه أصفر أو زعفراني عندما تنظر له بشكل عام، سبحان الله لونه عجيب. وهذا الفيديو للتعريف بهذا الصنف الذي أصبح منقرض أو نادر، صنف الجوزانة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ذلك علما ننتفع به. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.